السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هيكون معاكم لمدة نص ساعة للإجابة على أسئلة حضراتكم الكريمة. قبل ما نبدأ اللايف عايزين كلنا يا جماعة ندعي حالا في اللايف، تمام، إن ربنا ينصر إخواتنا يا رب يا رب يا رب. طبعا الدعاء مش هنا بس، أكيد وإحنا بنصلي وفي قلوبنا وفي كل مكان. بجد يا جماعة الوضع كارثي لأقصى درجة ممكنة. محدش يزعل مني، أنا يمكن أكتر حاجة تمنيتها من قلبي بجد ودعيت ربنا كتير إن يا رب عجل من يوم القيامة، يا رب عجل من يوم القيامة. يمكن دي أكتر حاجة حاليا شايفها هي أكتر شيء عجل، أكتر شيء عدل على وجه الأرض. طب ليه طلبت الحاجة دي بالذات؟ لأن كل الدول اللي مش عايزة تساعد، وبالأخص الدول العربية، الأغلب خايف على اقتصادي، مصالحي، مش عارف ايه الكلام ده كله. فأنا شايف إن ربنا يعجل بيوم القيامة وخلاص بقى، اللي خايف لي بقى على فلوس، اللي خايف لي مش عارف على اقتصاد، اللي خايف لي مش عارف على ايه. صعب 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 صعب. طبعا 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 انا جوايا كتير وحضراتكم جواكم كتير، ولو اتكلمنا من هنا للصبح هنقلب اللايف بكاء وعياط. ما علينا، نرجع لموضوعنا. اللي عنده اي سؤال تمام يتفضل، وان شاء الله رب العالمين باذن الله هحاول ان انا اجاوبكم، ولعله يكون علم نافعا باذن الله. ازاي مع واحد اطول مني؟ هو ايه ازاي مع واحد اطول مني؟ يا ريت تحدد سؤالك. ازاي اتصرف؟ قصدك يعني ازاي انك انت تدافع عن نفسك مع واحد اطول منك؟ طب ده اول سؤال هنجاوب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن جابر، ازاي اتقاتل مع الشخص الضخم او الشخص الطويل؟ شخص قدي في الطول والحجم مرتين ثلاثة. طيب لو انت خدت البعد ده او النظرة دي صدقني هتتضرب وهتتهزم بسهولة، لأنك أنت خليت رؤيتك للشخص ده تمام كحجم. طب أنت يا كابتن جابر لو هتقاتل واحد شخص ضخم هتقاتله إزاي؟ أنا مش هقاتل الشخص الضخم ده، أنا هدافع عن نفسي أو هتقاتل معاه مع عضو من أعضائه، تمام؟ لا، إما هضرب في الأنف فقط، في العين فقط، في منطقة تحت الحزام، في الفك، في الدماغ من الخلف، هو ده اللي انا هعمله. لكن مش واحد مثلا ضخم وهضرب في بطنه وهضرب في ايده وهضرب في صدره وهضرب في رجله، لا. فدي دايما قاعدة عمك، الشكل ده كله ما يرهبكش، تمام؟ الشكل ده كله ما تخافش اطلاقا. العين مهما عملت هي العين، عضلة ضعيفة جدا ورقيقة جدا وفيها اعصاب كتير جدا حسية. العين فيها العصب التاني المسؤول عن الرؤية، وفيها العصب الثالث حركة الجفون، وفيها العصب الرابع بكرة العين، وفيها العصب الخامس، وفيها العصب السادس اللي بيعمل رؤية مزدوجة. الأنف عبارة عن إيه؟ ادرس تشريح بقى وتعرف، تمام؟ غضروف رقيق، هي عبارة عن غضروف رقيق وفيها العصب الأول. لو ضربت القوة في الأنف فبتفضل ضعيفة مع أي حد مهما كان مين، لأن الأنف دي مش عضلة، ما بتكبرش خالص. منطقة النثرة الشنب هنا كذلك ضعيفة جدا. جانب الفك، تمام، القصبة الهوائية هنا عندك العصب التاسع مسؤول عن البلع، لو ضربت ضرب هنا هيحس بسحبة الروح. منطقة تحت الحزام، تمام، منطقة عبارة عن ايه؟ غدد يا جماعة، ما فيهاش عضلات تحميها، ما فيهاش دهون تحميها، كلها نهايات للأعصاب الحسية. فدي الفكرة، انا لما اجي اتقاتل مع الشخص الضخم لا، انا بركز ان انا بتقاتل مع اعضائه، مع عضو من اعضائه، تمام. ووارد جدا ان الشخص الضخم ده يشيلك ويوقعك ويرميك، مش معناه انك انت اتضربت. لازم تقاوم، لا لازم تقاوم، لازم تشتغل على نفسك. فما تبصش للموضوع انه ايه ده جسم ومش عارف ايه، لا، ممكن يكون الجسم ده مجرد شكل فقط لا غير، تمام، لكن من جوه ممكن ما يكونش عارف ياخد نفسه، ممكن يكون ضعيف اصلا مش قادر يجري، بيضرب غلط. فاوعى يغرك الحجم اطلاقا. يا رب نكون استفدنا. كابتن لو سمحت 15 يوم تمرين بالشهر منيحة أو لازم أكتر؟ طيب بصوا يا حبيب قلبي، موضوع أتمرن قد إيه وآخد راحات قد إيه
العلم مثلا الرياضي بيقول لك مثلا ايه، اتمرن 5 ايام وريح يومين، وفي علم تاني يقول لك اتمرن يوم وريح يوم. انا بصراحة بصراحة يعني بصراحة انا مع النظام بتاع الفروقات الفردية، وصلت يعني. انا ممكن حد مثلا امشي معاه بالساينس يعني اسلوب العلمي، اقول له مثلا ايه اتمرن 4 يوم وريح يوم، وهو كل ما يجي يريح يقول لي يا كابتن جابر لا انا حاسس ان انا مش جامد، حاسس ان انا عاوز اتمرن تاني، حاسس ان انا عاوز اتمرن تاني وتالت. ايه ده؟ طب ده شخص عنده قدرات عالية، لو انا مشيت معاه بالنظام ده يبقى كده الدنيا هتكون بايظة معايا. فانا مع يعني بفضل انك تتمرن بشكل يومي او بشكل متواصل، واذا انت حسيت بتعب او حاجة ريح يوم، يعني ما تاخدهاش قاعدة ثابتة، خليك مرن طول ما انا الحمد لله لياقتي عالية جدا وشغال على نفسي، مش لازم اللي هو اتمرن يوم وريح يوم، لا اتمرن عادي جدا، حسيت بارهاق شديد ريح يا عم يوم. انا عن نفسي كنت مثلا طريقة تدريبي عاملها ميكس، يعني خالط تدريبي بين كل شيء. لما بدأت مثلا يعني احضر المحاضرة في الجامعة، مثلا في محاضرة تانية في الكلية فاضل عليها نص ساعة أو ساعة، أخرج في الجنينة أتمرن، تمام؟ وبرضه لما أنا كنت بشتغل كنت بقدم مثلا طلبات في الكافي وبتاع، بفضل أطير يعني كل وقت فراغ كنت بستغله في التدريب، عامل خليط ما بين ده وبين ده بس. فأنا من وجهة نظري اتمرن عادي براحتك، لما تحس لو حسيت بإجهاد أو حاجة ريح، لكن ما تعتمدش بمبدأ ان انا لازم اريح يوم واتمرن يوم، انت ممكن يكون قدراتك عالية جدا فما تمشيش نظامك على نظام الاخرين. حبايبي منورين، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. يا شباب اتفضلوا، اللي عنده اي سؤال يتفضل. مساء العسل والقشطة يا عم احمد حبيبي منور، عاملين يا شباب؟ عايز اسمع كده انا بخير يا كابتن، يعني انا بفرح جدا لما بقرأ كومنتات حضراتكم. حبيبي حبيبي محمد منور، هل تتعاطى كرياتين وما فائدته رغم ان ضد المكمل الغذائي؟ يا جماعة بصوا، موضوع المكملات السبلمنتس دي، المكملات الغذائية، هو اولا الفكرة دعائية 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 يعني في الدرجة الاولى، تمام؟ انت ربنا عز وجل اصلا مش خلقك اطلاقا او خلق طبيعة جسمك علشان تفضل تاخد بروتين وكرياتين وي وي والكلام ده كله، تمام؟ الناس اللي انت بتشوفهم في البادي بيلدينج اغلبهم بيكونوا بيزنس، ده المجال بتاعهم، تمام؟ انت ربنا اصلا مش يعني ربنا مش خالق طبيعة جسمك انك تكون كده، انك لازم تكون معضل من كل حتة، لا انت جسمك ده فيه كل شيء، المفروض يكون فيه كل العناصر، اللي هو جسمك لازم يكون فيه مرونة، في نسبة ليونة، في نسبة رشاقة، في نسبة سرعة، في نسبة قوة، في نسبة تحمل، وصل لك؟ في عناصر كتير، في انسيابية، في حاجات كتير جدا لازم تكون موجودة في جسمك، تمام؟ ففي ناس بقت جزء عن جزء، في ناس ظبطت جزء جامد عن جزء آخر، وصلت؟ فبدأ الموضوع اللي هو إيه، انا بتفاخر بنسبة الدهون عندي تكون قليلة جدا. لا طبعا انت من غير الدهون دي هتموت، لازم جسمك يكون فيه طبق الدهون، ومش لازم وانت ماشي، مش لازم وانت ماشي تكون السكس باكس عندك ظاهرة طول الوقت اطلاقا، يعني ربنا مش خلقك كده، ان هم لازم عضلات البطن دي اصلا موجودة في بطنك، او العضلات المستقيمة، تمام؟ جزء هنا وجزء ايه وظيفتهم؟ هي وظيفتهم ان هي بتساعد على انك تاخد نفسك بشكل كويس، وبتساعد على العضلات دي بتتقلص، يعني بتنقبض وبتنبسط، وبتساعد على عملية الهضم، مش وظيفتها الرئيسية ان ربنا خلقها لك مثلا عشان تكون شغل الناس، تمام؟ طبقة الدهون اللي فوقيها طبيعية جدا، الدهون دي اصلا موجودة لاكتر من سبب، لان الدهون دي بيزوف فيها كثيرا من الفيتامينات، تمام؟ في فيتامينات كتير مركبة، لا من غير الدهون مش تشتغل خالص. الدهون دي كمان موجودة علشان يعني عاملة زي الزيت في جسمك، عشان جسمك يكون فيه مرونة وليونة، تمام؟ لكن طبعا الدهون لما بتزيد جامد وتكون قدام بطنك قوي كده، لا كده يعني انت الحاجة بقت زيادة عن اللازم، فده خطر، تمام؟
فالجسم الطبيعي الصح بيكون معتدل في كل شيء. المكملات بقى الغذائية يا حبيب قلبي، انت من الاكل ممكن تاخد كل حاجة، من الاكل ممكن تاخد كل شيء. طب ازاي يا كابتن جابر؟ الموضوع كله بيرجع لعلم اسمه علم التغذية. انت افهم حبيب قلبي، خش، مش لازم تاخد كورس بفلوس عند اي حد، انت خش بس اقرأ وتعلم في علم التغذية. علم التغذية بيقولك مثلا ان الاكل مكون من كذا عنصر. ايه هي العناصر؟ مثلا هيقولك الكربوهيدرات، تمام، والبروتين والدهون والالياف الغذائية والفيتامينز، الفيتامينات والاملاح المعدنية والالياف الغذائية، هما السبع عناصر دول فقط لا غير. بعدين بتبدأ مثلا ايه تفهم ايه هو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات مثلا في منه بسيط وفي منه معقد. مثلا المعقد هو المفيد للجسم. يعني معقد يعني بيتم حرقه في جسمك ببطء، زي الفول المدمس، زي البقوليات كلها بقى، تمام، الفول والبسله والترمس والرز ومش عارف ايه، الحاجات دي بيتم هضمها ببطء. اما السكر البسيط زي الحلويات ومش عارف ايه، ده بيتهضم بسرعه او بيعلي الانسولين، ده مش مفيد. والكربوهيدرات الجرام الواحد بيساوي 4 سعر حراري، تمام. والكربوهيدرات هو العنصر الرئيسي للطاقة في جسم الإنسان. بعدين تخش على البروتين. البروتين عبارة عن أمينو أسيدز، أحماض أمينية، كذا حمض أميني، تمام. والبروتين هو مثلا مسؤول عن بناء الأنسجة والعضلات، هو علم. بعدين بتخش بقى على شق آخر، مثلا صدر الفرخة فيه 30 جرام بروتين، تمام، وفيه كرياتين. الكرياتين مثلا موجود في الجبنة القريش. ايه ربي، طبق الكشري مثلا فيه 1000 سعرة حرارية. بس انت علم عندك اهو، مش هيخليك تحتاج معلش الكابتن جابر ولا اي حد ولا اي حد، وتقدر تمشي نفسك بنفسك، وهتوفر على نفسك فلوس كتير جدا جدا جدا، بدل ما انا افضل اروح واشتري مش عارف مكمل غذائي ب1000 و2000 و3000. خش بعد اذنك كل يوم اقرأ ساعة في علم النيوتريشن، التغذية، هتستفاد وهتكون ملك بقى. انا عايز اخس، عايز ازيد في الوزن، نو بروبلم خالص. ما هو السبب الذي يمنعكم من ايه؟ من مسح الارض من مجموعة بني صهيوه التي تسبح. طيب انت طبعا انا لسه في اول اللايف اتكلمت عن الموضوع، تمام. انا عايز اقول لك ان الواحد في قلبه نار 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 نار، اقسم لك برب الكعبة وعهد الله، الواحد وهو بياكل وهو بيشرب مش عارف اقول لك ايه، يعني تحس ان الحياة ملهاش يعني اي طعم ولا لون ولا ريحة ولا 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 ولا. والاول مرة في حياتي اشعر بقهر الرجال فعلا، والمواقف الواحد مر بيها في حياته قبل كده، سواء من صديق او من غريب او من قريب، طلعت دي كلها حاجات تافهة جدا جدا جدا، تمام. ربنا يعلم ما في قلب الواحد، ربنا يعلم ما في قلب، تمام. لكن للأسف في حاجة اسمها انت قدرتك محدودة، انت قدرتك محدودة كشخص، وصلك؟ يعني انت كشخص او كأفراد في نيتهم حاجة تانية، في هدفهم حاجة تانية، وصلك؟ لكن للأسف اللي مسكننا او الرؤساء او المسؤولين او نكمل بس، لان الواحد هيخرج بره الموضوع دلوقتي. حسبي الله ونعم الوكيل. يا احنا هنا عندنا في مصر، تمام، اقسم لك بالله الوضع الاقتصادي زبالة جدا 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 لاقصى درجة، تمام، والدولار بيزيد ومش عارف ايه، والوضع احنا عندنا هنا غلاء. يعني احنا هنا خدنا اكتر دولة في العالم يعني في اللي هو معدل ارتفاع اسعار الغذاء، تمام. في يقول لك لا احنا مش هنخش عشان الاقتصاد وبتاع. انا بالنسبه لي ده كله طز 100% طز. اللي انا اعرفه ان اخواتنا في معاناه، المفروض نعيش معاهم في المعاناه ديت، تمام. وعايز اقول لك انا من الاشخاص، اقسم لك برب الكعبه والله العلي والله العظيم والله العظيم، اللي بيحصل عندنا هنا في مصر تمثيليات فارغه جدا. وانا اقسم بالله ما انتخبتش الفتره اللي من حوالي مش عارف 8 سنين ما انتخبتش حد، لان اقسم بالله عارف ان ده هيجي في يوم من الايام يحصل والله، لان الواحد ذكي جدا ومثقف وبيثقف نفسه جدا بامر الله،
والواحد بريء من كل اللي بيحصل ده، والله العظيم الواحد بريء من كل اللي بيحصل ده. بس المشكلة لو انا جيت اتكلمت صراحة وعملت فيديو، اسهل حاجة بوم يتم اعتقالك في ثواني. فالواحد بيحاول ان هو يكون انسان بتاع ربنا، يجتهد ويبقى طموح ويساعد غيره، تمام، ويشتغل على نفسه. لكن الجانب الاخر وكل اللي بيحصل فيه ده، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وانا شخصيا عشان بس تعرف مبدأ كابتن جابر، انا النظام الحاكم الموجود عندنا انا معارض اصلا، انا معارض، يعني انا ضد النظام ده، ضد النظام ده. هنا في مصر عندنا يتكلموا عن الحاجات السلبية قبلها بشهور هي اللي بتتحقق، مفيش حاجات إيجابية بتحصل إطلاقا. فأنا أنا مش يعني أنا مش أنا مش أنا مش أنا مش عارف أنا مش عارف أعمل إيه، يعني الواحد مش عارف يعمل إيه. لكن أنا زي ما قلت لكم الحمد لله، ولا انتخبت ده ولا بنتخب، فمريح دماغي عشان على الأقل لما تيجي تحصل كوارث في بلدي مثلا بقول الحمد لله رب العالمين. أنا أصلا ضد الكلام ده كله، أهون من إني أكون مشارك في حاجات زي كده. فنركز يا جماعة في أسئلتنا بالله عليكم، تمام، لأن والله العظيم الوضع اللي إحنا بقينا فيه وضع مش عارف أقول لكم، ومش عارف أقول لكم إيه، لكن نو بروبلم خالص. مهما كان وضعنا ما يجيش 0%، ما يجيش واحد يا ربي قصدي في المية من اللي بيمر بيه أهالينا في غزة. والله العظيم حرام هم يمروا بالاوضاع دي واحنا عايشين كده. يعني السؤال ده دايما بيجي للاسف في نفسي كتير، بقول يا رب ليش معنا هم واحنا لا، مش عارف. في حاجات احنا لما نفكر فيها غلط، لكن بالنسبه لربنا، ربنا ليه نظره تانية. ليه؟ بس انت وانت بتشوف، انت شايف ناس من لحمك ودمك، ناس شبهك، ناس من هويتك، من لغتك، من دينك، من حاجات كتير جدا جدا. مش عارف اقول لك ايه، مش عارف. الواحد كان اتمنى السعوديه ومصر والامارات والدول دي كلها، لا مفيش، كل حاجه واضحه زي الشمس. ولو حد سعودي او اماراتي او من الخليج متابعني يسمعني كويس، انا عارف ان انت ممكن تكون ضد حكومتك، يعني انا فاهم. يعني انت يا ولي العهد، ولي العهد عارف ان غزة بتباد مثلا، واعمل موسم الرياض، واعمل موسم الرياض ازاي يا جماعة، ازاي؟ وموسم الرقص وموسم مش عارف ايه، وانت يا امارات بتعملي هالوين. في حاجات بص لما تيجي تفكر فيها كده تقول ازاي مثلا دي البلد اللي فيها الكعبة، البلد اللي فيها الكعبة تمام الشريفة، واللي ماسكينها بيعملوا حاجه تانية، واخواتنا في حاجه تبدا تدور في بالك كده تقول في حاجه غلط، في حاجه مش تمام، في حاجه مش صح. فالافكار دي تفضل بقى توديك بقى في حته تانية، تقول طب يا ربي انت ليه، استغفر الله العظيم، يا ربي مثلا ايه خليت ناس زي دول في حكوماتنا كلهم يحكمونا حاجات. معلش يا جماعه انا اسف طريقه كلامي، تمام، حتى مع الذات الالهيه، بس الموضوع اللي بيحصل مع اخواتنا مأثر فيا جامد جدا جدا في كل حاجه في حياتي والله العظيم. فمعلش نرجع تاني نكمل اسئلتنا، لان الواحد لو انا يعني كملت معاكم كلام في الموضوع ده الواحد هينهار نفسيا، تمام. لو كان عندك خبره بالملاكمه شارك معنا فيديوهاتك عنها ان شاء الله. كيف بقدر انسق تمارين فنون قتاليه والحديد؟ انا بلعب ام ام اي. مفيش اي مشكله خالص حبيب قلبي، الاتنين يظبط، يوم هنا يوم هنا. هو انا ممكن امارس السويدي من غير ملعب حديد؟ اه طبعا عادي جدا. مصر اول دوله تطبع مش عارف ايه، مصر اول دوله تفتح قناه، مصر اول دوله توافق مش عارف على، اقسم لك برب الكعبه. في فرق ما بين مصر وفرق ما بين اللي بيحكم مصر، علشان تكون عارف، في فرق ما بين مصر وفرق ما بين اللي بيحكم مصر، تمام؟ بص يا حبيب قلبي، هنا احنا عندنا الفقر، نسبة الفقر عالية جدا 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 في مصر، بس في حاجة أصعب من الفقر عندنا في مصر، تمام؟ وهي
قله الوعي وقله الثقافه. قله الوعي وقله الثقافه دي نسبه عاليه كبيره جدا 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 هنا، تمام؟ فقله الوعي دي وقله الثقافه انت ممكن تضحك عليهم باي حاجه، تمام؟ بعلبه زيت، كيس مكرونه، كيس رز، مش عارف ايه الكلام ده كله. ف للاسف يعني، تمام؟ فمش يعني ما تجمعش، مش كل اللي بيعمله الحكومات احنا مثلا راضيين عنه، مش احنا مثلا راضيين عنه، تمام؟ لكن انا مع الابتلاءات اللي بتحصل من عند ربنا لاي حد مقصر، انا مع الابتلاءات ديت، تمام؟ اللي هو اشمعنى الاشخاص دي كذا واحنا كذا. ما انا اعرفه لو عندك اخين او اصدقاء، تمام؟ حد مقرب الى قلبك قوي، واحد عنده عزا، واحد عنده فرح. لا، اللي عنده الفرح حبيب قلبي ان شاء الله انت هبقى اجي لك افراحي جايه كتير، لكن اللي عنده العزا ده اللي اروح اقف جنبه. مش عاوزين نخرج على الموضوع يا شباب. هل عرق النسا تسبب تقلص عضلي؟ تسبب تقلص عضلي. طب اول حاجه احنا بس لازم نترجم الحاجه بتاعتك من الناحيه الطبيه بس عشان الناس تكون فاهمه معانا، تمام؟ اول حاجه يا شباب اللي مش عارف يعني ايه عرق النسا، تمام؟ اكيد بنسمع عنه كتير. بصوا يا شباب، نرجع لعلم التشريح. الحبل الشوكي، تمام، نازل من تحت، اوكي، وعندنا الفقرات اللي هو العمود الفقري. العمود الفقري اصلا بيحمي الحبل الشوكي اللي هو الاعصاب بتاعتك. الحبل الشوكي ده الاعصاب بتاعتك، تمام؟ والحبل الشوكي ده نازل لتحت خالص. حلو قوي. الفقرات بقى القطنيه، في فقرات زي ما اتفقنا في العمود الفقري، القطنيه دي بقى اللي هي الجزء اللي فوق الوسط. بنسمع بقى عن الغضروف او الديسك. احنا عندنا ما بين كل فقره وفقره تحتها حاجه اسمها زي ديسك كده، تمام؟ حاجه زي ديسك كده، ايه هدفها؟ ان هي ما تخش العظم يحتك ببعض. فالديسك ده بيحصل له انزلاق غضروفي مثلا، يقول لك انزلاق، اتحرك من مكانه. فلما اتحرك من مكانه، تمام، خلى العظمه تدوس على العصب، تدوس على العصب، تمام؟ طيب، والعصب اللي في القطنيه ده بقى ده عصب رخم جدا 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 وطويل قوي قوي قوي، نازل من عند الفخذ، من عند حوضك كده، نازل تحت تحت عند ركبتك، عند رجلك، لحد عند قدمك. فلما الديسك او العظمه تضغط على العصب تلاقي الشخص ده بقى عنده ألم من وسطه، تمام، لحد رجله كلها، لحد رجله كلها. فانت لما تلاقي عندك ألم في الفخذ، عضله الفخذ، ونازل ركبتك لحد قدمك، اعرف ان ده عرق النسا. هل عرق النسا تسبب تقلص عضلي؟ احنا زي ما اتفقنا لحد الان هي المشكله مشكله اعصاب، مش مشكله عضلات، تمام؟ لكن مع الالم اللي انت حاسه حضرتك، فبالتالي انت بتجز على نفسك او بتمسك العضله بتاعتك، فاه ممكن تسبب تقلص عضلي، تمام؟ بص شباب، انا مش دكتور ولا حاجه يا جماعه، اولا انا مش دكتور ولا حاجه خالص، هو انا بس انا بدرس طب، لكن انا مش دكتور، لانك انا بدرس بس طب كثقافه عامه، عشان بس ما حدش يقول انت بتفتي مش بتفتي. لا، يا ريت كمان اي دكتور يعني لو انا غلطت في حاجه يعرفني، تمام؟ فانا بس بحاول اديله معلومات عن الموضوع، بس انا بديتك المعلومه كبشكل تشريح او اللي انا عارفه، تمام؟ انت بقى لازم تتابع مع الدكتور بتاعك، والدكتور بتاعك هو الاساس. يا كابتن، عمري 17 وطولي 182، ما شاء الله طويل، وزني 59، يعني هرقرق رفيع، عايز يكون جسمي معضل في البيت، رجاء الرد. هو انت عاوز تكون جسمك معضل في البيت؟ في تمارين اسمها تمارين وزن الجسم، تمارين وزن الجسم، تمام؟ هتلاقي ليا زميل على اليوتيوب اسمه كابتن عمر الجبلي، تابع فيديوهاته، تمام، مفيده جدا. بلس بقى انك انت محتاج نظام غذائي يكون سعراته عاليه، حاول تركز على الشوفان، على الحليب، الرز، العيش، البيض، زود اكل، زود اكل، ومارس رياضه، لان انت نازل وزن. مساء الخير كابتن، هل فتح الحوض يكون اصعب بعد سن الـ40؟ حبيب قلبي، ان شاء الله اي سن ينفع نفتح فيه حركه الحوض، ولكن الفكره كل ما بنكبر نسبه الخشونه بتزيد،
فهناخد وقت، هناخد وقت اطول بعكس اللي سنه اصغر. لكن هل نقدر؟ نقدر، نقدر بالتدريب. تمام؟ النهارده كان في شويه عيال صيع معاهم مطاوي وكده، فهم ثبتونا وكانوا متهورين، فكلنا خفنا وهربنا منهم، وكنت خايف اتعامل معاهم عشان تهورهم. واحد ماسك كرباج، ايه يا عم انت انت في لعبه ستريت فايتر ولا ايه؟ وبيضرب في الهواء، فكنا كلنا مش عارفين نتعامل معاهم، واحنا مش معانا حاجه ندافع بيها عن نفسنا. فايه الحل معاهم؟ الحل معاهم انك تتمرن، تبدا بقى تتمرن الدفاع عن النفس، لان الموقف ده وارد انه يحصل لك مره واثنين وثلاثه. تمام؟ لكن قبل الدفاع عن النفس، انت ايه خلاك تحتك مع الاشكال ديت؟ ليه مشيت في المنطقه ديت؟ تمام؟ هل كنتوا ماشيين في منطقه مقطوعه، العيال دول ظهروا فجاه؟ انك جريت طبعا ده تصرف صح، تحاول تتجنب الطرق والمناطق المقطوعه. كيف لا اتقيد بالقواعد في الجيت كوندو؟ اصلا الجيت كوندو هو اسلوب يعني عدم التقيد بالقواعد. انت بس اول حاجه في البدايه بتحاول تتقن الاسلوب، تظبط نفسك في الاسلوب، بعدين بتلعب بطريقتك الخاصه انت. تمام؟ لازم تظبط الاساسيات الاول، البيزكس بتاعتك. حبيبي يا باسم، حبيبي حبيب قلبي، انا موجود اهو يا حبيبي. هل التايكواندو رياضه استعراضيه؟ بص عشان اكون معاك بس على ارض الواقع واتحدى اي حد، تمام؟ سواء الكاراتي، سواء التايكواندو، سواء كل الالعاب اللي انت بتشوفها في الوقت الحالي، ومش بقلل منها، الالعاب دي اغلبها علشان البطولات، عشان المنافسات، علشان البطولات، عشان المنافسات، وفيها اولياء امور كتير المدربين مش بيفهموهم الكلام ده اطلاقا. العاب دي اغلبها تمام ان انا اكسب بطوله، اوقع واحد واخد نقطتين والكلام ده كله. الدفاع عن النفس حاجه مختلفه. الدفاع عن النفس هو الاساس، هو الاساس. فانت شفت بطل اولمبي، شفت بطل عالم وتاثرت بيه وخد مليون دولار وكسب، وصلك؟ دي حاجه، وارض الواقع حاجه تانية. بطل الاولمبي ده اقسم بالله ممكن يتثبت ويضرب في الشارع، ده حاجه وده حاجه، بس انا اعرفك. فنو بروبلم، العب ودخل ابنك بطولات وتمرن، لكن لازم يكون في جزئيه للدفاع عن النفس ولا متخصصين، ده الاساس. لانك انت هنا في الفايت بتقابل واحد لابس اوقيه زيك، وهكسب نقطه، ففي امانه بينكم من بعض، وفي حكام. اما في الشارع اكتر من واحد عليك، اللي طلع لك بسكينه بسيف، اللي طلع لك هيقتلك، طلع لك بعصا. فانت فكر، بتاخد انت بقى الكلام ده في التايكوندو؟ بتاخد الكلام ده في الكاراتي يا بطل العالم؟ ما بتاخدوش. يبقى على ارض الواقع لو اتواجهت في الموقف ده هتموت، شغل البطولات ده مش هينفعك. فانا مش بقلل، انا بس بعرفك الواقع، خلينا واقعيين لاقصى درجه. فادمج، اعمل ميرج، اعمل ميكس كومبينيشن ما بين الاثنين. تمام؟ فهي مش قصه رياضه استعراضيه، هي قتاليه عادي، بس تركيزها مش على القتال الواقعي قوي، لا، القتال ان انا اكسب بطوله، منافسه. حبايب قلبي منورين، الناس اللي لسه داخله اللايف يا شباب، اتفضلوا لو عنده اي سؤال، انا يعني 10 دقايق ان شاء الله اكون معاكم واقفل اللايف. حبيبي يا استاذ حادد، لا الحق حبيب قلبي، بص الحق، الحق حق لازم يتقال طبعا، تمام؟ ولكن لازم تستخدم الحكمه برضو، لازم تستخدم حكمتك برضو على 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 قد ما تقدر. اصل بص، احنا هنعيش مره واحده وهنموت مره واحده، انا قصدي في الدنيا، هتعيش مره وهتموت مره، هتعيشها ازاي وهتموتها ازاي. ومهما كان عمرنا ده كله بالنسبة لربنا عز وجل أكنها ثواني، لأن ربنا هو اللي خالق الزمان وهو اللي خالق المكان.
دايما كنا بنفضل نعلم اولادنا ايه، يلا تروحوا امريكا وتروحوا فرنسا واوروبا ومش عارف ايه. اديكوا عرفتوا بقى دلوقتي، المفروض بقى نعلم اولادنا بقى على هويتهم ويحبوا بلدهم وينتجوا ويزرعوا وي وي وي، ونخلي الكل هو اللي يجي لنا. لكن للأسف للأسف ربنا ابتلانا بشوية مسؤولين خلوا الكل خاضع خاضع لأمريكا. يعني مثلا يا جماعة أنا بفضل أفكر كده في ترتيب العالم، يا جماعة إيه أمريكا؟ يعني مش فاهم، مش فاهم إيه اللي حصل يا جماعة. فالمشكلة الموضوع ليه، الموضوع ليه تاريخ، ليه تاريخ، ومش هينجيك من الموضوع ده غير الوعي بتاعك. الوعي، احنا في معركة وعي لما تكون فاهم الدنيا كلها. يعني ابسط مثال، ارجع للحرب الحرب العالمية لما كانت اوروبا كلها بتضرب في بعض، امريكا دخلت ودت سلاح بقى لده وده 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 وده، دينت كل الدول، فالدول مش عارفة تسد، فهوبا احنا هنربط الذهب بالدولار، هوبا هنربط البترول بالدولار. فيا غبي انت وهو، وانا كمان غبي معاكو، وافريقيا الغبية كلنا اصبحوا هما بيطبعوا ورق ورق ورق، اقسم برب الكعبة اقسم ورق، وعهد الله بيطبعوا ورق بيطبعوا ورق ورق بما هو يسمى الدولار وبما هم يسمى اليورو. والورق ده دولة مثلا زي اريتريا ولا الصومال ولا السودان ولا توجو، افريقيا كلها مناجم ذهب، يجيبوا العمال يا عيني يفحتوا ويكسروا وعشان يطلعوا الذهب، وكل عامل من دول ياخد له في الشهر $50 ويشتروا الذهب بتاعك بالورق اللي هم بيصنعوه بالدولار، وكذلك البترول بالدولار اللي هو الورق اللي هم عاملينه. افهم افهم، انت فهمت اللعبة جاية ازاي؟ فكر فيها، انت ربنا مديك الموارد ومديك كل شيء، وهما ما عندهمش مثلا غالبا الحاجات دي زي عندنا مثلا بالكثرة دي. لعبة لعبة يا باشا، اربط مش عارف ايه بايه، اربط ايه بايه، اربط ايه بايه، انت متخيل؟ طب انت عايز بقى تخرج بره القاعدة دي كلها، خليك زي الصين، خليك زي روسيا يا باشا، انتج واشتغل واتحدى العالم كله، خليك زي ايران. عشان كده دايما تلاقيهم ايه، ايران ايران ايران، عاملين لهم هس هس. خش كده، خش خش وخش واقرا، ما تخش حد يضحك عليك، ما تخش حد يقول لك ده شيعه وانت سني غلط، ما تخش حد يخش معاك في النقطه دي. هم مسلمين موحدين بربنا واحنا مسلمين. اه انا عارف ان في بعض الاختلافات ما بيننا وبين بعض، عارف، بس برضو مالناش غير بعض، مسلمين زي بعض. هم عايزين يخشوا معاك في الحته دي كلها، اعرف عشان دي، عشان ايران دي دولة قوية عندها اسلحة ونو وعندها ده كله، عاملهم هس هس، ما فيهاش قواعد عسكرية. مش انت هنا بتاع قطر عامل لك قاعدة، وفي السعودية عامل لك قاعدة، ومش عارف مين عامل لك فين وهنا. فالمشكلة كله عارف الحوار ده كله، يعني كلهم عارفين الكلام ده كله، تمام، وكله دايس في الدوسة. افهم اللعبة ماشية ازاي. ابسط مثال، اوكرين اوكرانيا، عمرك سمعت ان ايزنهاور دي اللي يعني حاملة الطيارات العسكرية دي راحت عند روسيا بحر روسيا؟ عمرك سمعت مش عارف بيقولوا مثلا المملكة البريطانية بعتت سفينة حربية الى البحر الاحمر؟ عمرك سمعت المملكة البريطانية دي بعتت سفينة برضو ولا طائرة مسيرة للتجسس على روسيا؟ لا، ليه بقى؟ لان الراجل ده مش قاعد كده وقال الراجل ابن الراجل يقرب، اقسم بالله، انا طبعا بتكلم بالبلد، بس هو قال كده، يعني هو قال انا ما عنديش اي، يعني ما عنديش اي مانع ان انا استخدم النووي. بعدين بقى مجلس الامن ده اجتمع والنبي الحق الحق، ده بوتين بوتين المجرم بيقول هيستخدم نووي، ده مجرم، ده مش عارف ايه، اللي هو مجلس اللي هم بيجتمعوا دول، عيطوا اقسم بالله عيطوا. في الاخر بقى ايه اللي عملوه؟ بصوا بقى ايه اللي عملوه بقى، عشان اعرفك بقى اللي احنا بنعمله دلوقتي. قطعوا ماكدونالدز من روسيا، قطعوا مش عارف عربية جي ام سي، قطعوا مش عارف بيتزا هات خدوها من عندهم،
اللي احنا بنعمله بقى دلوقتي معناه ان احنا اضعف. هم عملوه مع مين؟ مع روسيا. اخرهم لروسيا بيعملوا ايه؟ بيبعتوا مساعدات لاوكرانيا. اللي احنا بنعمله برضو بنبعت مساعدات، ويا ريت بنبعت حاجه كمان. عرفتوا؟ قدروا يهزروا مع ده؟ ما قدروش. فهو العالم ده للاسف كده، العالم ده للاسف كده. لكن الاهون منه، الاهون منه والاصعب، الاصعب منه يا رب، الاصعب منه بقى والاسجع، مصر بالسعوديه بالامارات بقطر بالعراق كله، كلنا الاصعب من ده، لان دول هويتنا، دمنا، لحمنا. سبحان الله. مع ان برضو يا جماعه قلت 3 مرات هنحاول نغير الموضوع واجاوب على اسئلتكم، الا ان برضو عشان تعرفوا بس ان الواحد الموضوع في قلبه وفي دمه ازاي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اقسم لكم بالله يا جماعه انا لسه دلوقتي جايب، يعني انا مثلا كل شهر 30 يوم بنزل انا والمدام بنشتري شويه رز، شويه سكر، شويه مكرونه، بنشتري الاكل بتاع البيت. يعني احنا بنشتري مثلا اكل اللي هو بتاع الشهر، لان انا مش لان أنا عشان طبيعه شغل وكده، فبنجيب الاكل بتاع الشهر كله بنخليه. اقسم لكم برب الكعبه وصلنا لمرحله يا جماعه، يعني كل لما بننزل نجيب حاجه نلاقي الحاجه سعرها متغير، سعرها بيتغير، سعر الحاجة عندنا كل شوية في الضياع، كل شوية سعر الحاجة مش عارف ايه. ومحدش يزعل مني، النهاردة انا مسكت عيل متسول، انا رضيته برضو، رضيته، بس مش رضيته عشان بتسول، لا، رضيته. قلت له انا مش بديك عشان انت بتشحت، قلت له انا رضيتك علشان انت زي اخويا الصغير، وخد الحاجة دي هاتلك بيها حاجة تاكلها. لكن فضلت اتكلم معاه، يعني عين سليمه ورجل سليمه وايد سليمه، اقول له انت بتعمل كده ليه؟ مش عارف يرد عليا. اللي مش عارف يرد عليك ده اعرف انه ضعيف، جبان. المهم في معنى كلامه يعني ان بالنسبه لي الشحاته دي سهله، في معنى كلامه يعني هو صارحني كده، اللي هو بالنسبه لي ايه، انا لما اجي اقول لك هات وقول لي غيرك هات، بلم شويه فلوس، بلم فلوس يعني اسهل من ان انا اتعب. فقلت له وانا في سنك اقسم برب الكعبه لما ما كنتش لاقي شغل، تمام، كنت بجيب شوال وبلم ازايز كنز وبلم بلاستيك وببيعه. قلت له انت دلوقتي لو لميت شويه بلاستيك هتبيع الكيلو ب 50 جنيه، ليه بتعملش كده؟ يعمل لي كده، مش عارف يتكلم معايا ليه، لانه عارف ان انا كلامي صح، عارف ان والله العظيم يا جماعه هي مش قسوه يا جماعه ولا حاجه، لا والله معروف، معروف الناس المحتاجة لا يسألون الناس الحافة، بيبان، وبيبان قوي الناس اللي واخدها شغلانة، تلاقي الجسم سليم وصحة، سبحانك يا رب العالمين. ودي ظاهرة زي الزفت برضو، يعني دي ظاهرة زي الزفت، لازم دايما تكون مؤمن ما دام ربنا خلقك، والله ربنا مش نسيك. الفكرة انت دورت هنا ما لقيتش، دورت هنا ما لقيتش، اسعى مرة اكيد والله ربنا شايل لك شغلتك في حتة، بس ما تيأسش، ما هو ربنا عايزك كده، ربنا عايزك ما تيأسش وتحاول، لا تيأسوا من روح الله. دي حاجات لازم نفهمها يا جماعة. حضر القوة إلا بالله رب العالمين. طيب، التغلب على الخوف أثناء القتال. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، الخوف ده في جزء نفسي ذهني، إن معلش أنا آسف، أنت مقلل من شأن نفسك، مقلل من قدراتك، يعني أنت داخل أصلا مخوف نفسك، فطبيعة تخاف، انشف، اجمد، انا داخل انا راجل، انا جامد، انا واحد من مخلوقات ربنا، انا عظيم، لان اللي خلقني اله عظيم، هو انا اخاف من ايه؟ من شويه لحم ودم؟ ادي لنفسك الدافع ده، ادي لنفسك الدافع ده النفسي. حلو، حلو. عوامل تانية بتساعدك بقى، ان انا واقف واخد حذري، بقرا خصمي، هل هو مميز في الركلات، مميز في اللكمات، مميز في القتال الارضي، اقراه وافهم ان نقاط قوته هي هتكون نقاط ضعفه وهكذا. لكن اوعى تخاف دايما انك تقف وما تديش رد فعل، ده اسوأ شيء.
اهل المغرب، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. يعني يا جماعه مثلا عندنا هنا في مصر الواحد كان نفسه كان نفسه كان نفسه يكون في انتخابات حره شريفه، وننتخب اللي احنا عايزينه، ويكون عندنا فعلا ديمقراطيه، ويكون عندنا نظام، وفعلا نحس ان احنا في حاجه. وربنا ابدا يا جماعه، اقسم بالله نزلت اعمل التوكيل لاحمد الطنطاوي، انت جاي تعمل توكيل؟ اقول له جاي اعمل توكيل، يقول لي لا 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 مفيش توكيل دلوقتي. اقول له ازاي، ما انتوا اهو داخلين انتوا يعني بتدخلوا الناس التانية. قال لي لا هو دلوقتي التوكيل الرئاسة، لا تعالى الساعة 2 وتعالى الساعة 2. والله العظيم مهمشين الموضوع خالص. راح الصبح يقول لي لا 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 التوكيلات الرئاسة تيجي الساعة 2. فالمهم قلت ايه بقى؟ اقوي لفظي شوية تاني، تمام؟ يعني اقوي كده اسلوبي معاه يمكن يحترم نفسه. وجاب لي الخلاصة برضه، قلت له بعد اذنك انا جاي اعمل التوكيل ده ازاي يعني؟ شافني بزعق، راح ما شافني بزعق، قال لي من الاخر هي تعليمات. يعني بعد الكلمه دي افهم بقى، لو انت زعقت تاني دخلت اتصلوا على طول اسم الشرطه اللي تدعى على موظف هياخدوك. انا بقول لكم الموقف بصراحه حصل معايا، يعني الموضوع مثلا ايه مهمش خالص. فانت لما تكون عايش وتشوف حاجه زي كده فهتكون واثق منين اصلا؟ هتكون واثق منين يعني؟ مش فاهم يعني. هتكون واثق منين يعني؟ حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. المشكله ان كل الناس اللي معاها ما عادي فمستفيدين، فعشان كده انا قلت لكم الحل ان ربنا يعجل بيوم القيامه، ده الحل لسبب بس، لان انا بحب اعيش معونات الاشخاص، لان التعجيل بيوم القيامه هيجيب حق كل انسان اتظلم، كل انسان اتظلم. لكن ارجع واقول ان نظره ربنا وحكمه ربنا مختلفه عننا احنا كبشر. احنا يمكن عندنا عواطف وغضب ونتضايق وبنعمل، لكن ربنا هو اللي خلقنا وعالم بينا، وربنا صابر، وربنا باله طويل جدا، وربنا غيرنا اطلاقا. الناس اللي داخله اللايف يا جماعه منورين، اللي عنده سؤال يا شباب يتفضل. يا رب تكونوا بخير يا رب العالمين. الواحد يا جماعه بيصحى كل يوم والله العظيم يشوف اللي بيحصل في اهالينا، مفيش جديد، مفيش جديد خالص، مفيش جديد اطلاقا والله العظيم يا جماعه، لا حول ولا قوه الا بالله. ارواح يا جماعه، ارواح ارواح، طموحات انتهت، احلام انتهت، أرواح راحت لخالقها. شوفوهم يا جماعة، هتشوفوا نفسكم بالظبط، هتشوفوا نفسكم بالظبط. أرواح يا جماعة، ده غير كده كمان لسه الناس اللي بيوتها اتهدت، وكل حاجة كل حاجة عنده راحت. كل واحد، كل أسرة دلوقتي أقل شيء عندها 3 4 شهداء. كل أسرة، كل عيلة عندها على الأقل 10 شهداء. كل عيلة، مفيش حد خالص. مفيش غير كل شوية نسمع حل الدولتين وحل مش عارف البزرمتين وحل وحل، ولا بنشوف أي حاجة ولا بتاع. حبيبي يا زكريا تسلم، يا رب تكون بتستفاد يا حبيب قلبي، يا رب تكون بتستفاد. طب يا شباب أنا هستأذنكم دلوقتي، بس عندي شوية مصالح كده، تمام؟ إن شاء الله ربنا بإذن الله قريبا هعمل بس مع حضراتكم تاني. ربنا يحفظكم. السلام عليكم.